الترانس بيزنس كان بدايتها صعبة جداً إنها اتعملت في وقت قصير جداً. كان عندنا 3 أو 4 أشهر إن احنا نبني فيها جهاز توزيع وجهاز التصنيع. فهو كان التحدي الأكبر هو الوقت اللي احنا مفروض نعمل فيه الشركة. كان زمن 4 أشهر، هو ده كان أكبر تحدي وقت إنشاء ترانس بيزنس في 2014. النجاحات دي أكيد وراها تعب، وأكيد الناس بتتعب جداً خلال السنة، فمهم ان هم يحسوا at a point of time لا احنا بنتعب وبنديليفر، بس في نفس الوقت احنا وكان سباند كواليتي تايم توجذر. النجاح الفردي دايما بيبقى جاي من نجاح شركته. مفيش شركه ناجحه ما بيكونش وراها تيم ورك ناجح. المنتاليتي بتاعت الناس اللي موجوده قويه جدا، روح الفريق اللي موجود قويه جدا. مفيش حد بيشتغل لوحده، لان مفيش حد بينجح لوحده. ترانس بيزنس الحمد لله نجحنا ان احنا نعدي من كل التحديات اللي واجهتنا في 3 سنين اللي فاتت، واثبتنا نجاح ومن ناحيه الارقام في الماركت شير وفي السيلز وفي كل الانديكيتورز بتاعتنا والتصنيع. الحمد لله كل حاجه كانت فاقت التوقعات. احنا واجهنا مشكله كبيره اللي هي خاصه بتوفير العمله للاستيراد، ولكن بصوره او باخرى احنا تغلبنا عليه. توحيد فريق البيع وقوة الإدارة البيعية في الشركة قدرنا نتخطى هذا، وفي نفس الوقت نجيب أرقام تعتبر قياسية للظروف اللي كنا فيها. نجحنا إن احنا ندبر 172 مليون دولار بالظبط علشان نقفل كل الحاجات دي، ده بالإضافة طبعاً للنورمال بيزنس سايكل بتاعتنا اللي هي الاستيراد واحتياجات الاستيراد، واللي وصلت ل 190 مليون دولار تقريباً في سنة 2017. الحمد لله قدرنا بعد فتره ان احنا نطور منظومه الامن في الشركه. ابتدينا بعد كده نطور معدات الامنيه بتاعتنا، من اول جي بي اس للتراكنج سيستم للعربيات للفينش جودز بتاعتنا، وقدرنا ننقلهم من ثقافه ما فيهاش اي فكره عن السيفتي، وبداوا يعرفوا يعني ايه سيفتي ويعني ايه سلامه مهنيه، ونقدر نخليهم يشوفوا شغلهم بدون ما يحصل اي اصابات عمل تاثر عليهم او على حياتهم. لما بسمع الانتاجيه اللي كانت قبل كده، لا حققنا اكتر بكتير. احنا حققنا السنه اللي فاتت في 2017 94، وكنا حاطين تارجت لنفسنا 100 بوينت، كسرنا اصلا التارجت اللي احنا عاملينه. من ضمن التحديات ان احنا نضمن ان السجاير اللي بنصنعها هي مطابقه للمواصفات العالميه ومطابقه لمواصفات فيليب موريس. على مستوى الويست احنا قدرنا في 2017 ان احنا نكلاسيفاي الويست سورسز اللي موجوده عندنا، ونقدر نوصل لو 3 فيها اهم السورسز ويست للتوباكو. وصلنا بخط الشحن ل 148 مليون في يوم، بقينا من اكبر شركات المبيعات الموجوده في السوق. وصلنا 74,000 تقريبا انفويس في الشهر، وعملنا اعلى كفرج للكاستمر، وصلنا تقريبا ل 12,190. احنا طبعا نمره واحد على مستوى البرودكتس بتاعتنا وعلى مستوى البراندز بتاعتنا. احنا رقم واحد، بس احنا عندنا منافسين، حتى لو نسبه الشير بتاعتهم قليله او كبيره، فانا لازم ابقى موجود في كل المكان اللي هو موجود فيه. لو انت ما خدمتش عميلك صح، المنافس بتاعك هيخدمه. النجاح اللي احنا عملناه ده طبعا فخر للتيم كله اللي عمله، مش انا اللي عمله، التيم كله اللي عمله، وده فخر ليا يعني. انا بعتبر ان ده فريق الاحلام زي ما بيقولوا، ان الفريق ده عمل كل حاجه او كل اوبجكتيف اللي اتطلبت منه في خلال الفتره اللي فاتت. التيم كله متناغم مع بعض وماشي على نفس الهارت بيت، كانه قلبه بينبض مره واحده مع بعض. في حياتي ما شفتش السبيد دي، شغالين على سبيدز عاليه جدا. في حقيقي روح حلو قوي، في حماس وروح عاليه لتحقيق نتائج اعلى. ده المكان اللي انا بحبه، ده المكان اللي انا بعمل فيه اللي انا عاوز اعمله. I cannot think of a better place. احنا تيم ورك واحد، بنعمل زي روح الفريق، بنخاف على بعضينا، لو في اي حاجه بكلمه بقول له خلي بالك. هو ده التعاون وروح الفريق. لازم يبقى في ثقه متبادله بيننا وبين بعض عشان نقدر نشتغل. الروح هنا مختلفه. One team, one dream. The people counts. People دايما هم اللي بي difference. Human capital is the most important factor for a business. People do not leave companies. People leave people. مش بزنس بالنسبه لي والكومباني اللي انا شغاله فيها. Tough times don't last, لكن tough teams do. شكرا يا جماعه.
نتمنى دايما ان احنا نكون في المقدمه وكل الشركات الاخرى تتعلم مننا. احنا لازم نحسن الانتاج اكتر واكتر ان احنا نبقى نمبر 1 في السوق. يعني نقدر نقدم للشركه دي زي ما هي بتقدم. لو كل واحد شركه حسن البيزنس ده البيزنس بتاعه الخاص، اعتقد ان البيزنس بتاعنا ده هيكون من اقوى الشركات اللي موجوده في مصر. اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت نعمل احسن منه السنه دي ان شاء الله. انا ابتديت فيها وكبرت فيها وبقالي 4 سنين من سنه لسنه بكبر وبتعلم وبزيد خبره فيها. الكونفيدنت في ترانس بيزنس والاحساس بالانتماء للمكان دوت بيزيد سنه عن سنه، مش عندي، عند الناس كلها. بعتبر نفسي محظوظه ان انا كانت دي بدايتي. ترانس بيزنس عامله زي البيبي، بيكبر كل يوم اكتر واحس انه حاجه بالنسبه لي احسن. كل يوم الدنيا بتتطور اكتر. اكتر حاجه لمستها هنا هي الجزئيه بتاعت السبورت. الشركه فيها اوبورتيونيتيز كتيره قوي، اللي هيشتغل وهيتعب هيلاقي حاجه كويسه من الشركه قوي. يعني ترانس بيزنس بيتي التاني او ابني، بدأنا فيها من الصفر. العائلة عيلتي التانية. ترانس بيزنس شركتي، هي بيعتبر بيتي التاني. انا بقضي هنا وقت اكتر ما بقضيش في بيتي، لان الشركة طول ما هي عليت احنا كلنا بنعلى معاها. وبالنسبة ان انا كنت معاهم من البدايات، فبيعتبر ان انا بشوف الحاجة اللي انا ببنيها. ترانس بيزنس اتس ماي سكند فاميلي. الصداقة اللي موجودة بيننا والمديرين اللي موجودين هي دي اللي بتخلي الواحد يحس اكتر فعلا ان هو ده البيت بتاعه. الجملة اللي اوصف بيها ترانس بيزنس ترانس ايجيبت تيم ورك اورجانيزيشن. لما بنصحى الصبح وي ار جوينج تو ورك نوت تو ذا ورك، سمثينج فيري امبورتنت فور مي ان ماي لايف شور. صراحة من اكبر الشركات اللي انا شفتها واشتغلت فيها، يعني الامان والاستقرار افضل مكان الواحد ممكن يفكر فيه علشان يروح ويشتغل. انا عاوز اقول شكرا لترانس بيزنس ان هي ادتني الفرصه ان انا ابقى جزء من التيم ده اللي انا فخور ان انا بشتغل معاه. ترانس بيزنس توب بيرفورمر ان تباكو اندستري. مكملين في 2018 بنفس السيكونس اللي احنا بدانا فيه 2017. ميرسي جدا للتيم بتاع ترانس بيزنس، واي هوب ان احنا من سنه لسنه دايما نبقى ماشيين بنفس البروسبكتيف ده ونزيد فيه باذن الله تعالى. براود ان انا واحد من التيم ده، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنها. شكرا للديفلوبنج اللي عملته للناس اللي هتفضل طول عمرها تفتكر الشركه دي بيه. ادتنا الفرص اللي ممكن ما كانتش تبقى متاحه لينا بره في حته تانية، فطبعا لا طبعا بشكرها كتير. ان شاء الله في نجاح مستمر واحنا معاها. اكتر حاجه بتميز ترانس بيزنس التيم، اكتر حاجه بتميزه ان هو بيساعدك دايما، بتتحول يور فيجن لحاجه انت عايز تعملها لذير فيجن، بيحاولوا يساعدوك وزي تيم اب وذ يو. ترانس بيزنس از وير ورك ميتس فن. كيپ اب وذ ورك. واضحه وصريحه. كيپ ات. اول ما هتبتدي اول يوم شغل تحس ان هما one big family، مفيش حاجه اسمها صعب، مفيش حاجه اسمها مستحيل. Very firm believer في التيم ورك، وهو ده الكالتشر اللي انا حاولت اجسدها في الشركه هنا عن طريق النجاح بيجي من التيم ورك مش باي حاجه ثانيه، والبيبل هما اللي بيصنعوا النجاح. صنعنا النجاح اللي احنا عملناه بالتيم ورك اللي احنا عملناه مع بعض، بالعيله، بالفاميلي اللي احنا شغالين فيها. ده الورك انفايرمنت اللي انا بحبه يعني.